السلام عليكم اصدقائي، احبوا على قناه سنان صالح. شوف سنان العبيدي اليوم راح اسوي لكم معكرونه بالبشاميل ويا الدجاج. فشو كلش طيب، غدا عشاء، يلا خليكم ويانا. من نشوف المي قام يفور، حطينا ملح، نجيب هنا نحط المعكرونه او سباكيتي ونحركها حركه صغيره وخلاص. هسه نوقفها على النار، المعكرونه صارت هسه راح اشيلها اصفيها من المي. وهسه اصدقائي نجيب الطاوة مالتنا، نحط لها شوية رشة زيت خفيفة. الطاوة صار عندي حارة، نجيب هنا الدجاج قطعته شرائح رفيعة. شوف هذا الصوت لازم يطلع عندكم، يلا تحطون الدجاج. وهسه اصدقائي هسه اقلبه. طبعا شوفوا هذا اللون معناته شغلكم صحيح. شو اللي نسوي هسه؟ عندي هنا ثوم، هذا الثوم اصدقائي راح احطه هنا وياه، تعطي نكهه كلش طيبه. اقلبه وياه. هسه اصدقائي نجي على التوابل، نستعمل ملح، هذا ملح الهملايا، حط رشه جوز الطيب، ايضا رشه صغيره زنجبيل، ايضا رشه، وبالإضافة لهنا عندي فلفل أسود. شنقلب نسوية شوية بعد يحتاج لين حتى تستوي على التمام. وهسة اصدقائي نجيب عندنا حامض صناعي، نحط شوية رشة وطيح موضة طيبة، بس أنا مطفاية عندنا بالحامض وباشرون حلو مو عندنا بالماء. وهسه اصدقائي هاي خلصت عندي، خلصت من عندها، تعال على الخطوه الثانيه. هسه اصدقائي نسوي البشاميل، نجيب زبده نحط هنا. الزبده شو نسوي؟ نجيب هنا بصل ثارمين ناعم مكعبات بهذا الشكل وحطه هنا ونقلي هسه سويه ويا حتى نسوي بشاميل. طبعا نسوي هاي بعد ما ذاب عندي البصل، اجيب هنا نشا، اللي يريد يحط طحين يحط طحين، اللي يريد نشا يحط نشا. انا بالنسبه لي راح احط نشا هنا. شوف النشاني احسن ويا البشاميل بالنسبه صراحه. طبعا ايش قد ما تحطون زبده لازم تحطون طحين، قد الكميه بالضبط على مود يطلع لكم قياس مضبوط. يلا هسه على السريع لازم نحط شنو؟ عندنا حليب هنا، نجيب الحليب نقول بسم الله. هذا حليب عندي طبعا بثلاث ارباع، مو كامل مو لتر، شويه يغلي. هسه شو نسوي احنا؟ نحط هنا التوابل. التوابل اللي نريدها شنو؟ ملح، شويه فلفل اسود، طبعا لازم ابيض هو ويا البشاميل بس خلصان عندي بصراحه. جوز الطيب حط رشه. وهسه اصدقائي انا احط لها دائما شويه حامض يعطيها نكهه طيبه للبشاميل. ننتظرها تغلي. هسه تفخن، من تغلي تفخن. واذا حطيتوا قياسات ما عرفتوها شو تسوون؟ تجيبون نشا بمي بارد تحلوه بعدين ديروه هنا هو حار، راسا راح يصير عندكم بشاميل مضبوط يثخن يعني. وهسه اصدقائي من ثخن صار بهذا الشيء، هذا هو كافي. الثخن مالته ما اريده كلش ثخين وما اريده كلش خفيف، وسط. وهسه اصدقائي شو اللي نسوي؟ اول شيء نحط هنا بشاميل على مود شنو ما يطلع عندنا ناشفه، هي اهم شيء ما تطلع ناشفه. ونجيب شويه منها من المعكرونه، هاي الخبط اللي سويناها. شوفوا شلون اصدقائي، هلي هلي يعني شلون حتطلع فتشي رهيبه. ونجيب شويه دجاج ونبلش نوزعه، نسويها طبقات. اوكي هسه هاي مثلا خلصناها الطبقه، نجيب نحط لها مره ثانيه بشاميل ونضل على هالوضعيه نسويها لحد ما نخلص المكونات اللي عندنا.
وهسه عيني هذا الجبن هلي هلي شلون اكله سهله وسريعه، عشاء غدا تطلع فتشي. يلا وهسه طبعا الفرن مشغله اني قبل هذا المده، بس اصدقائي تعالوا للفرن. اصدقائي بالنسبه للفرن على 260 250 على شيء عندكم حطوه، نسد الباب عليه، والوقت تقريبا 10 دقائق حسب لون الجبن اللي يصير من فوق. اوكي يلا خليكم ويانا اصدقائي، ما طولت طبعا وياي. ماكو، شوفوا ايش قد الوقت، بعد دقيقه 19 خلينا نقول 9 دقائق صارت وياي. اوكي يلا طفيها، كافي، قول لي شكرا. شوفوا شلون نقول بسم الله. هلا دير بالكم ترى حاره كلش، حطها هنا شوي تبرد ونقدمها. وهسه اصدقائي نجي هنا على تقديم الطبق. طبعا بعد ما صبيت عشق المربع حطيت اول شيء الديكور هذا الفجل، سويته بهالطريقه شوفوا شلون. بعدين صفنت لها، قلت لها هاي شنو محلو، خلي اغير الديكور. غيرت الديكور بهذا الشكل، حطيت طماطم منه ومنه، ها طبعا شنو كله دا اشوف، حطيت فلفل هيجي، بعدين بوعد ها شنو، لا طلع محلو، خلي ارجع مره ثانيه، ثرمته هسه مره ثانيه. وراها كنت احط هيك شوي منا طبعا كله لازم كل ما تسوي لازم تمسح، فشوفوا المعاناة ايش قد نعانيها على مود نطق لكم نطلع لكم طبق حلو ومناسب. هسه كمل طبقنا شوي معدنوس نحط منانا، نستاهل اشتراك ولايك بالقناة لو ما نستاهل على هالتعب. تنظيفات شوية منا واخرنا يلا. وهسه صار طبقنا جاهز طبعا، وننزل لكم اياه بالستوري والانستغرام، صوره ننزلكم حلوه تابعونا. يلا هسه نقول بسم الله. طبعا شلون ريحتها في شيء رهيب. يلا ويا شويه دجاج ناخذ. كلش طيب، القلب مالاني تاخذ لو كلها تحب، هي تحبها. حار لو زين زين. يلا زين، طيبة عائلة؟ ايش قد طيبة؟ هواية؟ يما قلب مالها شال. المهم اصدقائي ان شاء الله تعجبكم من سووها، ولا تنسوا اشتراك قناتي وقناة زوجتي تلقوها بصندوق الوصف في نهاية الفيديو. تحياتي لكم، انتظروا دائما اكلات جديدة ووصفات جديدة. مع السلامة، باي باي باي.